الفاصل الأخير، نتمنى أنه يكون الفاصل الأخير في ليلة طويلة. ومعي على الهاتف سيادة المستشار أسامة محمد علي قسم الساحل شبرا، دي من أوائل نتائج القاهرة اللي بنشوفها. تفضل يا فندم. أستاذ رميس، إزي حضرتك؟ أهلا معالي المستشار، تفضل. هو حضرتك عدد الناخبين المقيدين لدينا 348,795. أي فندم. عدد الحضور 295,994. دي كبيرة. إجمالي الأصوات الصحيحة 286,849. نسبة قليلة برضه. إجمالي الأصوات الباطلة 9,145. نعم. حصل السيد الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي على 257,380 صوت. حالا. بنسبة 89% و73% في الميلاد. والمرشح الآخر موسى مصطفى موسى يقول نسبة تكسر التسعين. 29,469 بنسبة 10% و27%. الأصوات الباطلة كام يا سيادة المستشار؟ 9,145. أنا بشكرك. نسبة التصويت كام يا فندم دي؟ نسبة التصويت 84%. عالية أوي. و 86%. 84%. لا 84% و 86%. نسبة عالية جدا. لا يا فندم، نسبة دي نسبة التصويت. نسبة المشاركة يا فندم. نسبة المشاركة 84%. دي أعلى نسبة. أيوة على الإطلاق. دي أعلى نسبة أنا سمعتها. تمام حضرتك. كام لجنة يا فندم؟ كام لجنة؟ 63 لجنة حضرتك. 63 لجنة؟ 63 لجنة. التاني اللي هي دي ايه؟ دي الساحل. الساحل شبرا. القاهرة. الساحل القاهرة. شبرا. القاهرة ابتدت تدي ايه بقى؟ ده كده يا مان كده. لا نرجع للرهان. ده كلام مهم بقى. نرجع للرهان. سيادة المستشار. نرجع للورق والقلم. نرجع للرهان الأول. لا ده رقم، ده رقم كتير. بس أعتقد إنه مش هتكرر في القاهرة كتير. لا أنا مش عارف إيه الرقم. لا في ليه تفسير. أنا مش 348 ألف حصل منهم 295. أنا مش فاهم. أنا فاهم. أنا مش فاهم. لا 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 اللي أنت في ذهنك لا يعني. لا لا الفكرة لا إنه صعب. أنا بقول لك أنا فاهم إنه مش هيتكرر كتير في القاهرة. طيب نسمع كفر الشيخ. فرعية التابعة للجنة العامة 75 لجنة. إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 282,867 ناخبا. إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 130,816 ناخبا. مجموع الأصوات الباطلة في جميع اللجان 4,246 صوتا. مجموع الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 126,570 صوتا. عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على النحو التالي: اسم المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي 124,278 صوتا. موسى مصطفى موسى محمد 2,292 صوتا. نسبة النتيجة للحضور 46. طيب اذا الفارق اللي احنا جالنا دلوقتي هو الساحل القاهرة والساحل شبرا في عدد كبير من الاقباط طبعا. نعم. ممكن يكون هو ده اللي عامل التأثير. بس احنا ما شاهدناش لحد هذه اللحظة هذا رقم، يعني محتاجين ندققه ونتأكد ان هو دقيق كما سمعناه. ده القاضي. ده لما لاشه يعني اذا ثبت. القاضي. ماشي. اذا ثبت ان هذا مراسل مثلا ممكن زميلنا يغلط في رقم. اذا ثبت ان هذا الرقم. رحمانيه شرقيه نسبه حضور 62%. ده لجنه عامه. 2 وكام؟ 2 وكام؟ مركز الرحمانيه كامل شرقيه 62%. ماشي 62. اللجان الفرعيه التابعه للجنه العامه 41 لجنه. إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 208,613 ناخب.
إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 79,524 ناخبا. مجموع الأصوات الباطلة في جميع اللجان 7,806. مجموع الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 71,718. عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح: المرشح رقم 1 عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي 69,637. المرشح موسى مصطفى موسى محمد 2,181 صوت. أوجه الشكر لجميع من قاموا بمعاونتنا في هذا العمل، وعلى رأسهم رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة ورجال محافظة القاهرة، ونتمنى للجميع السلامة. حفظ الله مصر ووفق الرئيس القادم إلى ما فيه خير. يبقى الفاصل عندي، يعني لو الأعلى هي الساحل شبرا فده واضح أنه مبرر. ما أنا قلت لك مش هتكرر كتير لأنه مبرر. بتركيبة السكانية في الساحل، لأن هنا نسبة الحضور 38. أنا عندي بقى، خلينا نروح لمنوفية. وأنا عندي منوفية إجمالي، بس عمالة تلف. منوفية إجمالي 48% حضور، 1,207 ده عدد المسجلين، دول 11 مركز في المنوفية. دي مش المنوفية، نسبة المشاركة 48%. بس أنا ممكن أقول لكم بقى أقول لكم بالأقسام، يعني قسم شبين مثلا عمل 44%، مركز شبين عمل 48%، مركز أشمون عمل 51%، منوف 48%، مركز منوف 47%، مركز أويسنا 51%، مركز تلا 45%، الباجور 51%، الشهداء 48%، يعني كله أعلى سلسل ليان 54%، وأقله 44% قسم شبين. المدينة. المدينة. ده أقل في المدينة. طيب يبقى ده المدينة العاصمة، شبين هي طيب. العاصمة. احنا لازم نختم بقى خلاص. رحمانية، البحيرة، يعني كل الأرقام. مجدي، كلمات أخيرة. طبعا سريعا كده، نسبة أو التصويت أو الحضور أعلى من التوقعات في كل المحافظات تقريبا. النسبة العامة لازلت مصر انها ستتجاوز ان شاء الله، وهنكسب الرهان، ستتجاوز 35% باذن الله، من 35 ل 38 40 37. الحاجة التانية كمان انه اليوم الثالث فارق في كل اللجان تقريبا، خصوصا في الريف والمناطق الشعبية اللي مستوى الاجتماعي والاقتصادي قال، بالاضافة انه الاصوات البطلة ربما زي ما كنا بنقوله، أكرم بيقول تتجاوز 7% ممكن. انتخابات ناجحة في كل الأحوال. بعتقد أنه كمان موسى مصطفى موسى مش هيفرق كتير في الأرقام، مش هينزل كتير عن حمدين صباحي في 2014، ممكن 1% أو حاجة أقل. طبعا رقم 2 هي الأصوات البطلة. الراجل عنده كام 1% عشان يبقى ينزل 1%؟ هم يعني كان حمدين 3 يعني. حمدين كان 3 فاصلة كام يا أكرم؟ 22 ده هينافسني. مش عارف متفقين انك انت ده احنا بدأنا الحملة خلاص. خلي بالك بدأنا الحملة. بعتقد ايضا الحملة تبدأ بالعشرة. البطل في هذه الانتخابات حتى هذه اللحظة، ودي مؤشرات اولية، وجه بحري الصعيد. مفاجأة بالنسبة لنا. الغربية وجه بحري طبعا. الغربية، المنوفية، الشرقية، ارقام عالية جدا بتلامس من 45 ل 50 في 48 وفي 49. اسكندريه ايضا 40%، ده رقم مؤشرات اوليه متوسط كويس جدا. فاعتقد ان اكثر المتفائلين ما كانش يتوقع هذه النسبه من الحضور، ودي تحيه للشعب المصري كله اللي نزل وشارك وقال كلمته دفاعا عن دولته. طب انا لازم بس اخد سياده المستشار ابراهيم عبد الخالق، لجنه عامه المرج. طب فصل عماد.
يعني إضافة لما قاله مجدي، أرجو أنه الأرقام دي ليها دلالات كثيرة جدا يتم قراءتها بعناية وبهدوء واستخلاص النتائج والعبر. يعني شكرا لكل الناس اللي راحوا ساهموا ووقفوا وتعبوا في هذه المسألة، وشكرا للجيش والشرطة اللي حموا الانتخابات. لكن أتمنى أنه الرقم إذا ثبت المؤشر عند 5-7% الأصوات الباطلة، فينبغي أن يتم قراءة هذا الأمر ودراسته بطريقة صحيحة، حتى لو كان مكتوب عليه بحبك يا سيسي بالضبط. مش عارفة إيه، في النهاية مؤشرات بالضبط، فمحتاج قراءة بالضبط. أكرم، مؤشرات بقى أخيرة. المؤشرات الأخيرة لم تتغير حتى مع زيادة اللجان، حتى الآن احنا وصلنا قربنا على نص اللجان، بنتكلم على 11 مليون صوت مع تقريبا أكتر من نص اللجان، 90% الرئيس السيسي، 2.8 موسى مصطفى موسى، 7.2 أصوات باطلة حتى اللحظة وفقا للمؤشرات. خلاص ده توجه عام تزيد. طب ممكن أقول لك اسكندرية بقى بأكثر نهائي. دقة نهائي نهائي أكثر دقة، وهذه مؤشرات أيضا كم في المية؟ 37.7 تقريبا تقريبا يعني احنا بنتكلم في حضور 1,445,000 الاصوات الصحيحه. طب نتكلم على الاصوات الباطله بقى الاول. الاصوات الباطله 135,259 دي الاصوات الباطله. من كام؟ 135 من كام؟ من مليون، من مليون 445 بالظبط. مدينة حضر 9.4 نزل بكثافة في 3 يوم. السيسي 97%، مليون و 271 ألف. موسى جايب 3%، ده كتير والله، 396 ألف. فبالتالي وانا عندي كده اسكندرية 37.7 وهي كانت جايبه، بتراهن على الاسكندريه بس مش جايبه 50%. كانت جايبه 50% فرقتش كده نوعات. كسبنا في اسكندريه خلاص، خلصت بالظبط. يعني ايه بقى في احنا قلنا من 35 ل 40 هي 37 اسكندريه يا عم. احنا اسكندريه، اسكندريه مريه. المهم العشوة ايه ده السؤال؟ سمك عمرو اللي هيدفع. عمرو اللي هيدفع ده المؤشر العام. انا اعتقد ان التوجه كده كان واضح. انا اعتقد زي ما قلنا، انا طبعا متفق مع كل ملاحظاته ومع اساتذتي. انا بقول ان شديد الولاء القابضون على جمر التأييد الرئيس السيسي ذهبوا اول يومين، وده لازم ندرسهم ونعرفهم هم كانوا فين. لازم كمان ندرس ليه الناس في ثالث يوم ابطلت صوتها، ليه نسبة هذا الإبطال عالية رغم أن لم توجد أي دعوة للإبطال. لازم ندرس أنه الصعيد يعود خلاص، ولكن الحضر والمدينة تتراجع نسبيا في مواجهة الريف في أول مرة منذ 2013. الساحل يظل محتاجة دراسة. أنا لازم أنزل بقى الساحل أشوف إيه اللي حصل، يعني إيه الدراسة، لأنه أنا كنت بناقش حد من الساحل، هل السيدات الكتير مسيحي إيه الموضوع، لأنه ده لازم يدرس. يعني ده مش حاجة تعدي، لأن دي أعلى نسبة في تاريخ الانتخابات في مصر من 2011 في لجنة عامة. في لجنة عامة؟ لا، في التاريخ. في التاريخ، في التاريخ 84 في تاريخ لجنة عامة في مصر لم يحدث هذه النسبة 84%. طيب انا بس عايزة اقول ملاحظتين. واحد، انه واحنا بنحسب، احنا بنحسب صوت المرشح من الاصوات الصحيحة طبعا، طبعا مش من عشان بس الناس اللي بتحسب ورانا. واخد محمد سلامة اخر تليفون وخلاص. محمد سلامة اتفضل، انت فين يا سلامة؟ في بورسعيد طنطا. نعم استاذ لميس، احنا في الغربية يا فندم. اتفضل اتفضل قول اتفضل. طيب، هي في ثلاث لجان عامه يا فندم اللي ظهرت طبعا. اجمالي نبدا بلجنه بندر او حي اول طنطا. اللجنه العامه دي اجمالي من لهم حق التصويت في اللجنه 191,594. اجمالي الحضور 88,544. كويس. الاصوات الصحيحه 79,762. الاصوات الباطله 8782. الأصوات اللي حصل عليها الرئيس السيسي 77,183. الأصوات اللي حصل عليها موسى مصطفى موسى 2,579. دي كانت نتيجة حي أول طنطا. حي تاني طنطا إجمالي الأصوات
79,317، الأصوات الصحيحة 70,513، الباطل 8,804، الأصوات اللي حصل عليها الرئيس السيسي 67,989، والأصوات اللي حصل عليها موسى مصطفى موسى 2,524، وأخيرا اللجنة العامة الأخيرة اللي قدرنا ناخد نحصل على النتيجة بتاعتها مركز المحلة، إجمالي المقيدين في اللجنة 464,004، إجمالي الحضور 236,961، الأصوات الصحيحة 225,047، الأصوات الباطلة 11,915، الأصوات اللي حصل عليها الرئيس السيسي 220,246، والأصوات اللي حصل عليها موسى مصطفى موسى 4,801. شكرا يا سلامة، شكرا جزيلا. طنطا غربية، غربية نفس التوجه بالظبط، المدن 49.5 هي 49.5 الغربية، وطنطا مدينة نفس توجه المدينة، ومركز المحلة ده ريف فنفس توجه ريف الوجه البحري، لم يتغير شيء. نسب تصويت أعلى بكتير من المتوقع، كان الفيصل فيها اليوم التالي. طيب هنرجع تاني نقول الأرقام، رهاناتنا على الترابيزة. مجدي أنا قلت من 35 ل 40، 35 ل 40% نسبة الحضور، هم يبقوا كام؟ يبقوا يوصلوا 23 مليون 22 وشوية، صح؟ 24 23، من 33 ل 35. انت طلعت سبتها نفسها، انا قلت من 5. انا ما عملت، لا لا مالي ومال سواج يا عم، لا والنبي مالي ومال سواج، عايز تسرع. احنا قلنا، انا قلت ب 33 37 وممكن تنزل 32، انا قلت 20 مليون جميل، يبقى 33. انا مع رميس في كل الاحوال، انا بقول انا مع رميس خلاص، انا بعتني، انا بقول من 35 ل 40 ولا زلت متحصن عند هذا الرقم، وعندي اظن ان ممكن يبقى عندنا امل ان احنا نوصل 35 يا رب. انا عندي امل ان شاء الله القاهره هتزق سنه، هتزق بالرقم بتاع الساحل ده، القاهره ممكن تزق سنه يا رب، تزق لحد 35، ف 33 يبقى 35. لو انا كسبت بقى مشكله في الرهان، يعني مش مشكله هعزم انا في الرهان، لو انا كسبت انت مش معايا. طيب عموما الحقيقه في نهايه هذه الحلقه الطويله، طبعا انتوا شايفين قد ايه الجدور كلهم اصدقائي يعني، فبالتالي حياتنا ودايما بنعمل مع بعض الانتخابات، لكن علي ان اشد على يد كل مواطن ومواطنه مصريه نزلوا للسنه دي، ادوا الرئيس السيسي، ادوا موسى مصطفى موسى، ادوا ابطلوا اصواتهم في جميع الاحوال، هذه الديمقراطيه وهذه الارقام. اظن ان على الدوله ان تدرس هذه الأرقام، تحللها، تشوفها عاملة إزاي. القضية مش رقم مصمت، عدد الأصوات الباطلة كبير، نسبته تقريبا هنوصل ل 7% ده رقم كبير، حتى لو مكتوب عليه بحبك يا سيسي أو غيره، في النهاية هو صوت باطل. الصوت الباطل محتاج دراسة، هل هو صوت باطل معترض ولا صوت باطل يريد أن يقدم رسالة؟ يعني نسبة مشاركة تبدو جيدة، تبدو جيدة جدا الحقيقة في ظل الظروف وفي ظل كل الأمور، وننتظر طبعا النتيجة النهائية. لازم نحلل بعد انتخابات الرميس بعد إذنك، زي ما قلنا من الأول الشباب، يا ريت نوصل لأرقام شباب وتتحلل، نتمنى دي قضية مستقبلية مهمة. وأشكركم أعزائي المشاهدين، كان ماراثون طويل، أتمنى أن احنا نكون قدمنا لكم خدمة إخبارية وتحليلية مهمة. أشكركم، بكرة الساعة 11 بالليل حلقة هنا الشباب اللي تأجلت من النهاردة، وأنا ألقاكم السبت القادم بإذن الله لو في صحة. وهذه لميس الحديد، تحييكم، تصبحوا على خير.